هذه الوقفه رمزيه هي بتنظيم لجنه تضامن مع عائلات المعتقلين على خلفيه حراكات اجتماعيه، حراك الريف على الخصوص، وهي ايضا من تنظيم لجنه المبادرات للتضامن مع حراك الشعبي في الريف، وهي تاتي في اطار ذكرى بدايه الاعتقالات اللي عرفها الريف لنشطاء الريف الذين لم يخرجوا الا للدفاع عن مطالبهم الاجتماعيه او السياسيه بخلفيه وعلى اساس الدوله لجهازها القضائي في صراع مع معتقلين الحركات الشعبيه ومع معتقلين الريف. واليوم هذه الوقفه هي اولا للمطالبه باطلاق سراح كافه المعتقلين على خلفيه حركات اجتماعيه على راسهم معتقلين حراك الريف، وهي ايضا للمطالبه بتجميع معتقلين السياسيين لا يخدم المسار والمستقبل ديال البلد، وعلى انه ان الاوان لوقف كل هذه التراجعات، الحريه لكافه المعتقلين السياسيين، الحريه لكافه معتقلي الراي. نامل في مغرب بدون معتقلين سياسيين، في مغرب ان يامن كل واحد حينما يريد ان يعبر عن رايه. والحل الوحيد